تخليدا لليوم العالمي للمرأة نظمنا بجهة فاس مكناس اليوم يوما للاحتفال بهذه الذكرى فقرات متنوعة أساسها ليس الاحتفال كما ربما اعتدنا أن نسمع بالأسلوب الاحتفالي بقدر ما حاولنا أن يكون هذا الاحتفال بدايته فكرية في إطار ندوة علمية تناولت مواضع مختلفة من طرف متدخلات ومتدخلين من العيار الثقيل سواء في موضوع التمكين الاقتصادي أو الرياضة أو الدبلوماسية أو الجانب الحقوقي والقانوني وخاصة ما يتعلق بمدونة الأسرة كلها مواضيع شدت إليها القاعة وشدت إليها الحاضرات والحاضرين وتفاعل معها كثير من المتدخلات والمتدخلين والكل أحسست شخصيا بإعجابه وبتتمينه وبالأسلوب الذي تم به هذا الاحتفال على خلاف ما نراه في بعض المرافق اللي حتى هي احتفال ولكن في جميع الأحوال إنه احتفال متميز ميزته أنها تخاطب في المرأة عقلها وتمكنها من خلال المناقشة من آلية الترافع عن كل القضايا التي تعني المرأة المغربية بصفة عامة والمرأة بجهة فاس مكناس بجهة خاصة برنامج الاحتفال أيضا يتضمن فقرات أخرى خاصة وأننا حظينا بحضور من بيننا حضور سلة من نساء جهة سوس ماسا التي نعتبرها هذه الجهة ضيف ديال هذا الملتقى والضيف ديال هذا المناظرة وهذا المنتدى وهذا اليوم الاحتفالي بالإضافة إلى كذلك إحدى الرائدات من جهة الرباط سلا قنيطرة هذا البرنامج الباقي إن شاء الله سيشمل زيارة لبعض المناطق من الجهة أخص بالذكر منها تونات ومكناس لاطلاع الحاضرات وضيفاتنا على ما تزخر به جهتنا من مآثر من معالم من مقومات الحضارة من كذلك مقومات التنمية وهي فرصة أيضا لتبادل الرأي مع العضوات وأعضاء مجلس الجهة لتبادل الخبرات وتقاسمها في أفق إن شاء الله تطوير كذلك هذا الأداء مع باقي الجهات الأخرى لأن موضوع التشبيك ديال الأداء ديال العمل ديال المنتخب أمر مطلوب لأنه أثار أي قرار أثار أي عمل اتخذ في جهة ما تنسحب على باقي الجهات الأخرى بتفاوت وهو أمر ما نستحضره في كل عمل إن شاء الله نقوم به ونتمنى أن نوفق لخدمة ساكنة هذه الجهة مجموع المواطنات والمواطنين في أفق أن نتعاطى ونتجاوب مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله فيما يصبو إليه من رفعة وعزة وكرامة للمواطنين والمواطنات. بسم الله الرحمن الرحيم فاطمة زهرة السلاسي نائبة رئيس جهة فاس مكناس. حنا اليوم قمنا بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة وهذا الاحتفال جاء تكريما لنساء جهة فاس مكناس وعملنا جاهدين أننا نحاول نطبق الخطابات السامية للملك محمد السادس نصره الله وأيده اللي كيهتم بالمرأة وكيعطيها قيمة جد كبيرة وكنتمنى وإن شاء الله كل التوفيق لجميع نساء المغرب عامة ونساء جهة فاس مكناس خاص. كان حضور جد وازن للسيدات النائبات البرلمانيات في الجهة كما كانت المرأة المغربية الدبلوماسية حاضرة بقوة في شخص السيدة فريدة حميدي اللي هي سفيرة سابقة. الرياضة كذلك كانت حاضرة بشكل قوي في شخص السيدة سلمى بناني اللي هي رئيسة الجمعية الملكية المغربية الأيروبيك. أيضا كانت السيدة نزهة قسوس اللي هي عضو اللجنة الملكية الاستشارية لتعدين مدونة الأسرة سابقا
كما كان ايضا حضور مجموعه من شخصيات، في شخص الدكتور الحسن عمامور منسق جهوي لوكاله التنميه الاجتماعيه بجهه فاس مكناس، وايضا المنسق الجهوي للتعاون الوطني لجهه فاس مكناس في شخص حسن العثماني. كنشكروا السيدتان الاعلاميتان المتالقتان السيده لطيفه بن حليمه وناديه المدن على الجهود اللي بذلوها معنا اليوم وعلى عناء السفر اللي تكبلوا به. كان تكريما لجميع الحاضرات معنا في الحفل بما في ذلك السيدات المتدخلات، كذلك سيدات عضوات مجلس جهة فاس مكناس، وكذلك تم تكريم سيدات ممثلات وفد مجلس جهة سوس مسا اللي كانوا هما ضيف الشرف ديال اليوم ديالنا. كذلك كان تكريم لسيدات النائبات البرلمانيات وكذلك السيدات الموظفات بالجهة. كنبغي نشكر السيد رئيس جهة فاس مكناس على التفاني ديالو في العمل مع اللجنة التنظيمية. كنبغي نهنئ مرة أخرى جميع نساء المغرب عامة ونساء جهة فاس مكناس خاصة، وشكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.